اوكي برطمان تايم. نطلع فوق علشان الدنيا النهارده حاره على فكره، بس انا استنيت لحد ما الدنيا تخف شويه الحراره بتاعت الشمس و يلا بينا برطمان تايم. الدنيا لما تكون حاره بتفرهدكوا صح؟ بتفرهدني انا كمان، حاسس بالفرهده وكمان ما نمتش كويس النهارده. ان شاء الله التوبيك يكون حنين علينا كده. اوكي اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات البرطمان. اوكي عندنا ضيف، ضيفه باني مش قطتي، بس ممكن تلعب معانا في الفيديو النهارده. المهم احنا هنفتح البرطمان ان شاء الله التوبيك يكون حنين. ايه رايك باني تختاري انتي توبيك؟ ها يلا بسم الله يا رب توبك حنين يا رب. ده مش توبك، ده تحدي. اشتغل 4 ساعات بتركيز. والله هي دي اكتر حاجة انا محتاجها دلوقتي الصراحة. الدنيا دلوقتي بدأت تمطر، فايه رأيكم ان احنا نفتح لايف 4 ساعات ونقعد نشتغل بتركيز 4 ساعات؟ كنت فاكر ان انا هفتح توبك وبتاع. عندي تمتيشن كده ان انا اعمل نفسي ان انا اخترت حاجة تانية وافتح توبك، بس مش هكون كذاب. هو دي فعلا الحاجة اللي طلعت لي عشوائيا، اشتغل 4 ساعات بتركيز. فيلا بينا نقعد نشتغل 4 ساعات بتركيز. اوكي احنا دلوقتي الساعة كام؟ 7:53 دقيقة. هنستنى 7 دقايق كده وبعدين نبدأ نحسب. هتبقى الساعة 8، نخلص الساعة 12 لو انا قعدت متواصل. يلا نبدأ. هشتغل على ايه النهاردة؟ انا شغال على ابليكيشن اللي هو تريبل، ومحتاج ان انا اعمل شوية بروجرس النهاردة علشان احنا ان شاء الله قربنا ان احنا نعمل لانش. الابليكيشن مفروض ان هو هيبقى ريليست كمان كام شهر قبل نهاية السنة دي. في شوية حاجات محتاجة انها تتصلح فيه وتشتغل وهكذا، ف لسه في نهاض قول 3 ساعات مثلا بقعد اشتغل على الموضوع ده، وبعدين الساعة الأخيرة هيدت فيها الفيديو اللي انتوا هتشوفوه ده. اهلا وسهلا، السلام عليكم، ايه الاخبار؟ تعرفين ان انا بدأت تشالنج جديدة ان انا احاول ان انزل فيديو كل يوم، والبرطمان ده هو اللي بيحدد ايه التشالنج بتاعت اليوم او التوبيك بتاع اليوم. البرطمان النهاردة حدد ان احنا نشتغل 4 ساعات بتركيز. واو اوكي اوكي جاي